مرحبا، حلقة جديدة من نبض بيروت. ضيفنا باستوديو اليوم وزير الداخلية السابق العميد مروان شربي. الملفات كثيرة، ملفات أمنية دسمة وآخرها مقتل ابن جبال باسكال سليمان وتفاصيل أخرى ومعطيات أخرى، وأكيد الأمور المتعلقة بالمشهد السياسي الداخلي بلبنان وأيضا المشهد الجنوبي. كل هالمواضيع رح نطرحها اليوم مع ضيفنا العميد مروان شربيل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك بالمستمعين. شكرا لك. على الرغم من كل المشهد الأسود يلي مرافقنا كان هاليومين ويلي كان ممكن يتطور بعد أكثر، الحمد لله. ما بعرف هلا بدي احكي معك إذا بعد في أي خطورة على الوضع الداخلي اللبناني والخوف من فتنة. بدنا نعيد المسلمين اللبنانيين المسلمين بعيد الفطر على أمل إنه بالفعل يكون عيد خير وبركة وسلام إن شاء الله وأمن وأمان على اللبنانيين. بس المشكلة إنه كل سنة منعيد ومنعيد بعضنا ومنقول لهم وبيقولوا لنا كل عيد وأنتم بخير وكل سنة أنتم بخير، وبعد ما شفنا الخير بس نحن أبناء الرجاء، صح؟ دائما عندنا أبناء الرجاء وأبناء القيامة. هو لو أبناء القيامة مزبوط إنه يلي زعج هالبلد بنخلص، بس مشكلة بس بدنا نضلنا عنا هيدا الامل دائما. طبعا ما اضيق العيش لولا فسحة الامل، بضل في امل اكيد. والشيء اللي صار امبارح انا بدك تساليني، اكيد الله ستر، الله ستر، وربنا بحب هالبلد لانه الاجهزه الامنيه والجيش اللبناني بالتحديد المخابرات الجيش يلي بظروف استثنائيه وبسرعه فائقه انه قدروا يحطوا ايدهم على الجريمه ويلقوا القبض على قسم كبير من المشتركين بالجرم، والا كانت تطورت الامور. ونحن بنعرف انه الحساسيه السياسيه اليوم الموجوده بين كل اللبنانيين بيبقوا ناطرين بعضهم على الكوع تيسجلوا للاسف تيسجلوا انتصارات من هون او من هون. شفت، تصوري انه لحد هلا ما عرفنا كأنه مقتول أو مخطوف، وما قدرت الأجهزة الأمنية توصل لنتيجة. شو كان صار؟ هذا اللي بدي أسألك إياه. يعني أولا حضرتك من جبال، ثانيا وزير داخلية سابق وعميد لك خبرتي كعميد، الساحة. خبرتي كعميد مش كوزير داخلية. وزارة الداخلية استفادت من وجودي كعميد. خبرتك العسكرية والأمنية، عم بحكي بالوضع الأمني والعسكري طبيعة الحال. أنا بكل صراحة خفت أول ساعتين ثلاثة أربع ساعات، خفت، وخاصة وقت اللي خبروني إنه خطفوا هو صديق الله يرحمه، عن جد الله يرحمه، باسكال سليمان. يعني من الأشخاص الأوادم المهذبين المرتبين اللي بيحكي مع الكل. هذا اللي بدأ واضح لأنه الكل كان حزين، كل اللبنانيين بطبيعة الحال. وخذي النموذج عن عائلته، مرته شو حكي؟ صحيح مرته شو، وهو بيحكي هيك. أنا مرة حكيت معه، ما بتحسي أنه هو خلص، أنه هو بالقوات اللبنانية القوات اللبنانية وخلص، بالعكس بحاور ومنفتح على الآخر. بحاور الكل أكيد. مشان هيك قلت لك انه لان صارت الحادثه بجبال ومار شرب الموجود بجبال وانت بتعرفي، صحيح، وما عم بحكي لاحكي بالوهله الاولى انا ارتعبت وخفت، بس سبحان الله وصلت الاجهزه الامنيه بالسرعه الفائقه حتى قدروا يعرفوا وين موجود وكيف موجود واعترفوا. بس هلا بتمنى انا على الاجهزه الامنيه لانه بعد في اتصالات وعم يحكوا معي بعض الاشخاص تعرفوني انه انا بطلع، انه هن عندهم بعد شويه هيك ما عندهم، مش واضحه الصوره تماما بالنسبه لهم، انه عم بيقولوا نحن الصوره بعد مش واضحه لانه هن اللي قتلوه. ما بعرف ليش عملوا هيك، يعني في عده اسئله فيك. هاي التحقيقات اللي رح تبين طبيعي، وهن سألون هالأسئلة اللي أنا بدي أقول لك إياها، إنه طيب ليش ما تركتوه، طيب ليش تضربتوه على راسه مكان وحده وأنتوا أربعة ومسلحين واتخذتوا السيارة، طيب عيط وصرخ، طبعا عم بيدافع عن حاله،
طيب قتلتوه أو جرحتوه غيب عن الوعي هيك بالإفادة، طيب بتحطوه بصندوق السيارة؟ كيف يعني؟ طيب اتركوه على جنب، بركي حدا مرة يمكن لو خدناه على المستشفى كان بقي طيب لأنه صار معه نزيف بالرأس. هون السؤال إنه لا أخذته وبعدين مرقته بجرود البترون وصلته على شكة ومشكة على طرابلس، طيب كان فيكم تحطوه شي محل، لا أخذته على سوريا. هاي علامات استفهام. بطبيعة الحال المخابرات سألتهم هالأسئلة وجاوبوا وبعدهم هن لهلأ ملاحقين، واليوم كما شو واحد كان في مداهمة بسد البوشرية. صحيح يعني الله يرحمه، شو بدنا نعمل؟ إن شاء الله يكون فدا الوطن، فدا لبنان. أكيد العزاء لعائلته لأولاده وزوجته وأهله ولكل يعني أهل جبال ولكل اللبنانيين. قلت لي عميد أنه خفت وقلت الله ستر، خفت لأنه نحن بواقع هلأ حاليا في شحن، في موضوع الجنوب يلي هناك انقسام عليه بلبنان، أو هيدا حدث طبيعي كان عندك لأنه على خلفية تاريخ يلي نحن عايشينه؟ أنا طبعا إسرائيل تبحث وتسعى إلى خلاف داخلي، وما بتقدر هي توصل للمبتغى تبعها إذا ما كان في خلاف داخلي. وأكبر دليل وقت صار في خلاف داخلي بال 75 فاتت إسرائيل ب 82 على لبنان. بقى هذا اللي أنا كنت دائما أقوله، الاغتيالات. هلا هذا نوع من الاغتيال، صحيح مثل ما بالتحقيق ورد انه يمكن مش مقصود يقتلوه، بس طريقه اخذه وطريقه حطوه بسوريا وتركوه على الارض بسوريا في علامات استفهام بتخلي المشككين. انا كمحقق بفهم ليش لا اخذوه. يعني سالت حالي وسألت هلا بدي اسالك هذا السؤال من خبرتك العسكريه يعني، بس خليني اكفي بقصه الفتنه والخوف من يلي كان عم بصير ومن انه البعض يستثمر هالحادث هالغدر هالقتل بيلي شفناه. كان في اصوات، سمعنا اصوات، سمعنا رد من هون ورد من هون، يعني كنا هالقد قريبين هالقد اكتشفنا انه بعض الوضع نوعا ما هش بالنسبه للبنانيين، ودغري ناخذ الباروده ونوقف على سلاحنا، بعدنا واقفين على سلاحنا. الوضع هش اذا كل يوم عم نشوف شو عم نعمل ببعضنا على وسائل الاعلام، كل يوم بنهدد بعضنا وكل يوم بنرفع الصوت ضد بعضنا، طيب شو بيبقى ناطر الواحد؟ يعني بيبقى في غضب اتجاه البعض، اي واحد تاني بيحكي كلمه مش مزبوطه يمكن ما بيكون موجه له اياها للشخص اللي هو ضده، بيقوم هيدك بيجاوبه بتبلش الامور. الحرب العالميه الاولى والثانيه، شوفي راجع التاريخ كيف علقت من وراء خطاب ومن وراء كلمه. بقى بدها شراره، طبعا هي بتبلش بشراره وبعدين بتولع وبتكفي. الله ستر انه ما كان في شيعي من بين هالموقوفين اللي موجودين مع الأجهزة الأمنية مع مخابرات الجيش. كمان لو حكيوا هوديك أنه لا معكم شيعي، لا لحتى هالشيعي صح. يعني في بده يصير في علامات استفهام لأنه الوضع هش، نحن بالسياسة مش متضامنين مع بعضنا. كتر خيرهم الأجهزة الأمنية وكتر خير شعبة المعلومات والمخابرات الجيش يلي هني هلأ بيمثلوا الدولة. وأنا بقدر بقول لك وبختصر لك الوضع في لبنان، الوضع الأمني بلبنان ممسوك ولكن غير متماسك، ممسوك من الأجهزة الأمنية وغير متماسك من السياسيين. السياسيين هن يلي بيخلوا الوضع الأمني متماسك، بيخلوا الجو متماسك، بيخلوا الوضع الاجتماعي متماسك. بس هي مشكلة كتير كبيرة، كيف بده ينحل هذا الموضوع؟ بينحل على ممسوك وغير متماسك. الشغلة المنيحة لأول مرة بقول والله الأحزاب نفعت بلبنان. الشغلة المنيحة أنه الأحزاب الموجودة الفاعلة الكبيرة هي كامشي الأرض، وهن ما بدهم خلافات وما بدهم قتال وما بدهم عودة لل 75 لأنه أغلبيتهم كانوا بال 75 وشافوا شو اللي صار. بقى مشان هيك الدكتور جعجع، وعن جد أنا بهني على الكلام اللي حكيه،
وقال لهم انه نحن صحيح بالسياسة بس ناطرين التحقيق. والشغلة المهمة لما نعرف انه قتل موجود بسوريا طلب انه يفتحوا الطرقات. هذه نوع من يعني نوع من انه تخلي الوضع ما يتأزم كتير وما ضبط النفس يعني انه يمتص الغضب يلي كان برأيك لانه كان في اصوات عم تطلع عم تتهم يمين وشمال. تصوري مثلا جويس هلا انا عم بعطي فرضيات صحيح مقطوع الطريق وصل واحد وقوص واحد منهم من اللي قاطعين الطريق شو كان صار؟ وبيكون قوصوا لانه يمكن اخذ مرته على المستشفى ومش قادر نزل قوص وقتل واحد شو كان صار؟ كيف تطورت الامور؟ بقى خلينا قد ما فينا نكون عقلين. اسرائيل ومبارح اسرائيل اذا بتشوفي شو عملت ببيت مري محمد هيدا الموساد طبعا هيدا الارجحيه الروايه مش الارجحيه الموساد يلي هو اعلن تلفزيون 14 الاسرائيلي القناه الاسرائيليه القناة 14 صحيح. قالت نحن من قتلنا محمد سرور. طب ما هي واضحه انه فات على هالبيت على هالفيلا المستاجره صاحبها اكيد مستاجر هالفيلا صاحب الفيلا موجود واستاجر هالفيلا وجابوا لهذا الشخص استأجر خصوصي وأكيد بهوية مزورة ودفع استدرجوا فات لجوا وما أخذوا له المصريات اللي معه يعني قصدينه لألو مش هدف السرقة طبعا لأنه لو سرق مسكنا قالنا لا مش إسرائيل يعني لعبوها عن زكا يعني ما تفترقوا هني أولاد الكار يعني مش لأول مرة بيغتالوا الناس معروفين يعني ما بده دليل على اجرامهم للاسرائيليه بس حتى بهيدي القصه تحديدا مثل كل شيء يعني سمعنا حكى انه لو ما كان قيل انه مفقود من ايام قبل كمان الذي قتل امبارح محمد سرور مش قتل امبارح مين قال لك قتل امبارح يعني نعرف انه قتل يمكن مختفي من امبارح مختفي من اسبوع مزبوط وهل موجود بالفيلا يعني اختفائه لو كان بالتزامن مع الحادثة باسكال سليمان كمان كان عم ينقال انه يمكن كان بده يصير في رابط بهدول الموضوعين وكمان تجنبنا ما لازم يصير في رابط بين حادثة وحادثة وبين جريمة وجريمة ما لازم كل وحدة لها حيثياتها كل وحدة لها اسم وكل وحدة إلى ظروفها هلأ بالعقلانية اللي عم تحكي فيها حضرتك أكيد بس في عنا ناس بروحوا دغري بالغريزة وبالغضب وبال ما في جويس مشان هيك قلت لك أنا أنه رؤساء الأحزاب بلبنان ما بيروحوا بالغريزة بيروحوا بالعقلانية وبيعرفوا هلأ بيضل في مواطنين على الأرض طبيعة الحال بس شغلة رؤساء الأحزاب هي اللي تضبط الوضع طبيعي وهلأ هن اللي عم يضبطوا الوضع وهالحسنة يلي عم نشوفها هلأ يعني ما في خوف أنه هالشي يتغير إلا إذا إسرائيل عملت عملية اغتيال وبقيت مبهمة وتركت أثار إنه الجاني فلان لفلاني وبتصير صرت حكي عنا أكثر من مرة لإسرائيل يعني منك يعني عتلان برأيك طبعاً. عتلان هم إنه إسرائيل تكون عم تدخل بعد مرة لشق صف اللبناني شو بدأ إسرائيل غير هيك؟ إسرائيل مش بس بلبنان وبسوريا وبالأردن وبمصر جاي دور الكل إسرائيل لن تحيا ولن تعيش إلا بتفتيت الدول اللي حولها ومدعومة من الخارج قد ما بدك على عكس اللي عم ينقال الاتفاقات اللي صارت من كامب ديفيد وغير كامب ديفيد الإسرائيلي شو استفاد من كامب ديفيد ممنوع الإسرائيلي يتجول بمصر المصري بيروح على إسرائيل فإذا هني بيعرفوا أنه الأنظمة اليوم لا خاصة الأنظمة العربية تابعة لأشخاص هني بدهم يعملوا صلح مع الشعوب كيف بدها تفتتهم يعني بدها تقسم سوريا بدها تقسم سوريا بدها تقسم العراق وبدها تقسم لبنان وهيك شيء وجاي دور مصر واذا بتسمعي وانا لفت لي نظري من يومين الوزير الصديق هكتور حجار شو قالوا له المندوب الفرنسي شو قال له بالاجتماع انه بقاش تحكونا بسايس بيكو ما سمى له اياه بس قال له نحن الفرنسيين والانجليز سالوا انه خلصت
خلصت المدة تبع تقسيم الشرق بسايس بيكو يعني الأكثر من 100 سنة بدنا نفتش هلا على تقسيم تاني. ولا دولة من دول العالم بتكره إسرائيل. هذا كان مخطط قبل ويمكن حط على الرف مثل ما بيقولوا مع وزيرة الخارجية الأمريكية كمان قبل حكيت عن الشرق الأوسط الجديد كوندوليزا رايس وقتها كانت وزيرة الخارجية. بلشت بسوريا كانت بلشت بتونس بعدين بليبيا. ما صم بالربيع العربي يعني. هلا اللي موقف وأنا بحكيك اللي موقف التقسيم بسوريا هو وجود الجيش الروسي الروس بسوريا اللي وقفوا سد منيع التقسيم. بس هلا قديش بتضاين كيف بتضاين ما بعرف. هلا رح نحكي بالمحور الثالث عن هذا الموضوع عن الجنوب، بس بدي ارجع للي كنت حضرتك عم تقوله عن من خلفيتك، يعني حطيت حالك مكان المحققين وانت العالم بهيدي بكل هذه المعطيات. يقال انه هيدي الطريق اللي سلكوها هول المجرمين انه هي طريق معروفه للتهريب ومرقوا على حاجز. منين معروف؟ مش من حائل على لا. على لا معروف لا. يعني على الحدود السورية اللبنانية اكيد هاي من ضمن النقاط. هلا انا بدي اقول لك شغله مزبوط، في هون في تقصير من الاجهزه الامنيه. من هون انا كنت دائما اقول وبعدني برجع بقول مفروض يصير في تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري. نترك 14 و8 ما 14 و8 انتهوا، بقاش في 14 و8 خلصنا. خلينا نحمي حدودنا البرية، خلينا نحن اليوم فاتت عصابة عم تسرق وإلها مدة تسرق، بكرة يمكن يفوت سيارات مفخخة مين بيعرف. ما هيدا النقطة يعني بأول معطيات من وراء التحقيقات انه يقال انه هود اللي كانوا عم يسرقوا جربوا يسرقوا سيارتين قبل ما يصيروا مع الضحية باسكال سليمان. هاي من المعلومات والمعطيات، ما في شيء رسمي بعد سيبتي. صحيح انا سألت بعد ما عرفوا منني. هلا بتسمعي هذا اللي عم نقوله، ما في شيء رسمي بعد بس بالروايات اللي عم تنقال. طب انا ما ببني رايي على الروايات لانه بتقري جريده اليوم توجه سياسي معين بتلاقي نفس الموضوع بس نفس الموضوع يعاكس موضوع الثاني بتوجه سياسي بالجريده الثانيه. بيضيع الانسان وبالنهايه بدهم يعبوا الجرايد. ما بتنبع الجريده ورقه بيضاء، بدهم يكتبوا. بس أنت من العالم يلي قنعتك الرواية، لأنه كمان سمعنا من قبل بعض الأشخاص نواب بالقوات اللبنانية أنه هول الفلومة تبع الأجهزة الأمنية ما بقى تمرق علينا بالوقت اللي المخابرات الجيش مثل ما حضرتك عم تقول عملت شغلها لازم وتحركت بسرعة، وكانت بالوقت اللي عم ينقطع الطريق كانت هي عم تشتغل وأطلعت المعنيين على كل يلي ما بحوزتها من معلومات، وحتى أطلعت رئيس حزب القوات البطرك الراعي وكل المعنيين بكل هذه التفاصيل. أول شيء ما بقبل يقولوا الأجهزة الأمنية وهذا الفيلم اللي بيعملوه، هذا الفيلم اللي بيعملوه للأسف لأنه سمعنا بعض هذا الكلام. وقت اللي بيعرف هو أنه الأجهزة الأمنية، وأنا سمعت اليوم وصديق لقلي اللي قاله، مفروض يخبر، مفروض يجي يروح لعند القضاء يقول له ويطلع يحكيها بالإعلام ويصير الموضوع مثل ما أصير موضوع مقتل باسكال، يصيروا هذا الموضوع وحكيوا بقصة بجاني الله يرحمه جو بجاني أنه الأجهزة الأمنية قالت له كبر عقلك. خيي ليش كبر عقلك؟ ما تقبل. خيي ليش قبلت؟ طيب ليش قبلت؟ ما لازم تقبل. يعني أنا صارت معي ما بسكت بروح لعند بدي عم تمييز بقول له شرف فلان الفلاني هيك قال لي كفي فيها على الآخر. طبعا ما كفي. ليش بدها تضل هيك بتفكيري وبراسي وكل يوم عن يوم عم تتفاعل وعم بيصير عم تتفاعل بطريقة سيئة تجاه الغير؟ ليش؟ خلينا نفش. طب إذا بقينا حقدين على بعضنا بهالشكل اللي نحن حاقدين، اكيد بالاخر ما عاد فيك تقولي له الاجهزه الامنيه شو عم تعملوا. ليش انتم شو عم تعملوا للاجهزه؟ كل الاحزاب شو عم تعملوا للاجهزه الامنيه؟ كيف هذا العسكري اللي بيقبض 150 دولار؟ هذا العسكري اللي سرقوا له مصرياته بالبنك. منطالب ومنقول ومنسمع الكل لا بدنا نرد مصريات الناس ومصريات العسكر بالتحديد، ردوا لهم خي مصرياتهم. طيب كيف؟ وكتر خيرهم الاجهزه الامنيه.
كتر خيره الجيش قوى الامن امن العام امن الدوله. حاج بقى بنبقى ناطرين الموظف ناطرين العسكري على الكوع. وخي لك شوفوا الموظفين اللي مش عم بيجوا وعم يقبض ولك هاي وعم يقبض. شوف الموظفين اللي مسافرين ومعاشاتهم بيعطوها لبرا وما حدا بيسال وين الرقابه وين التفتيش وين. صحيح. تركوا العسكر ما حدا يجي يصوبه، تركوهن وقت اللي بيغلطوا حاسبوهن. بس نحن اذا بنقول بدنا نبني مؤسسات ونلتجئ للمؤسسات والجيش اللبناني ومؤسسات الجيش والقوى الامنيه، بدنا نعطيهم وقت على القليل حتى يعملوا شغلهم ويفرجونا التحقيق. هذا المنطق. لا التحقيق ما بيفرجوك اياه، التحقيق بمعنى سرق. يعني بخبروه يعني بنعرف نحن تفاصيل بس مش بنبني هجوم وبنعمل هجوم ونحن مسلمين. انا الوقت العسكري او المحقق بيقول له شو بدك بهالخبريه؟ انا بدي اطلبك انت اليوم، وهي صديق لي قبل ما يعمل نائب. طيب انا كنت مفروض تيجي لعند القاضي تقول له يا حضره القاضي انت عم بتتابع قضيه البجانه، شوف شو العسكري شو قال لي او المحقق شو قال لي. حمل المسؤوليه لغيرك، ليش تخليها بقلبك؟ ويمكن تكون صحيحه اللي قال له اياها، يمكن تكون صحيحه بس ما بتركها. يعني كانه عم بيقول انه قوى الامن الداخلي او الجيش يعني المخابرات انه بيعرفوا مين اللي قاتل وخافوا وطنشوا. فاذا ما بقى عندنا ثقه لا بالاجهزه ولا بالقضاء ولا بالدوله ولا باداره الدوله، خيب عطونا على بيوتهم وخلصنا بقى. واضحه. رح نتوقف مع اول فاصل للاعلان وبنرجع بنتابع سياق هالحلقه من نبض بيروت مع وزير الداخليه السابق العميد مروان شربيل. بعد في كثير ملفات بدنا نحكي فيها، فاصل اول ومنتابع هالحلقه. منتابع مشاهدي او تي في حلقه اليوم من نبض بيروت والتفاصيل ومعطيات وقراءه وزير الداخليه السابق العميد مروان شربيل عن كل هذه المعطيات. بعدك خيفان او بعدك عتلان؟ كل يوم انا خيفان، خيفان من الداخل قبل الخارج، لانه المرض بفوت على الجسم الضعيف. نحن ضعاف، نحن ضعاف والمرض عم يفتش علينا. اسرائيل ناطره، شو بدها اسرائيل؟ حلم عند اسرائيل انه نعلق مع بعضنا. ساعتها اكد لك ما عادش تضرب لا جنوب وبتنسحب وما عاد تحكي لا بال 1701 ولا بتقول لهم خي انا ما لي علاقه بقى بالموضوع. وعندنا نموذج صار فاتوا بال 82 على لبنان. لو كنا مش عم نتقاتل يسترجوا يفوتوا على لبنان؟ ما بيسترجوا بقى. مشان هيك قلت لك خلينا نحمي على الاجهزه الامنيه، خلينا نحميها اليوم. صحيح ما قدرنا نسلح الجيش ماشي الحال، ما قدرنا نقول له يا خيي احمي الحدود البريه والبحريه مثل ما هو لازم ماشي الحال، بس على القليله نحمي الاجهزه الامنيه اللي عديت لك اياهم كلهم مع الجيش حتى قد ما فيهم يشتغلوا بالوضع الداخلي وبالجرائم اللي عم ترتكب على الارض. في البعض سال عميد يعني انطلاقا من اللي عم تقوله حضرتك انه سمعنا كثير اصوات عم تحكي عن الجنوب وانه ضروره انه يكون الجيش هو المنتشر على الحدود وهو مستلم زمام الامور فوق وانه بصير في تسليح، يعني كل هذه المقوله. بس اليوم هو نفس الاشخاص البعض صار عم بيقول انه انتم على اول مفرق قلتوا انه القوى الامنيه وتحديدا الجيش اللبناني منه ضابط الامن وما قدر يكشف حتى الساعه تفاصيل عن شيء انتم بدكم اياه، يمكن بالروايه اللي انتم بدكم اياها. يعني في تناقض بكلامكم. لك بدي لك شغله، انا عسكري وربيت 40 سنة ضابط وحلفان اليمين. أنا لن أقبل أي بندقية مع أي حزب إلا البندقية اللبنانية البندقية الشرعية. بس أنا بدي أسألك، أنا عن جد بدي أسأل، شو الضمانة لابن جنوب إنه إسرائيل ما بتفوت على ابن جنوب؟ افترضي ما في لا مقاومة ولا في سلاح حزب الله وفيها الجيش اللي موجود بهالسلاح اللي معه إياه، حتى الام 16 اللي معه اياها اكيد بيكون انه لا هذه البندقيه
والخرطوشي تبعها ممنوع تروح على اسرائيل لانه هذه صنع يمكن العسكري عم بقوس بالكلاشن مش بالام 16. قديه هودي التفاصيل الدقيقه يلي انت عم تحكي عنها طبيعي على ما بتعرف فيها يعني. انا عم بقول لك صحيح سلاح امريكي وسلاح روسي وسلاح ما بعرف العسكري ما عم بقوس بالام 16 على اسرائيل عم بقوس بالكلاشن لانه اذا عرفوا انه قوس بالام 16 ما عادش بيجي ذخيره ما عادش بيجي ذخيره للباروده ليش ما بنضحك على بعضنا؟ طيب انا بدي اقول لدول للامم المتحده كلها اذا بتعطينا ضمانه مضبوطه اذا بتعطي ضمانه مضبوطه انك بتحمي الحدود اللبنانيه الاسرائيليه وبينسحبوا الاسرائيليين من الاراضي المحتله وبنعرف حدودنا بيعترفوا فيها وبينسحبوا منها بكون في ضمانه صحيحه مش مثل الضمانه او مش مثل امبارح ما صار القرار اللي طلع انه وقف اطلاق النار ب يعني اسرائيل ما فعلا الامم المتحده يعني طبعا انه انا بتعرفي كيف صورت الموضوع امبارح انه اسرائيل من وقت اللي خلقت اسرائيل سمي لي بس قرار من الامم المتحده طبقته طب مش شايفين ما بيشوف انا بتعرفي ليش امريكا بتعمل فيتو او فرنسا بتعمل فيتو او روسيا بتعمل فيتو او الصين ليش كنت تعمل؟ في اسرائيل عملت فيتو على كل الامم المتحده ولا مره طبقت شيء بتعمل اسرائيل عملت فيتو امبارح اكبر فيتو عملته اسرائيل على كل الامم المتحده وعلى القرار اللي اخذته الولايات المتحده الامريكيه لاول مره بتقول خي ماشي الحال ما بدي اعمل فيتو بس امريكا بس اسرائيل عملت فيتو عليكم كلكم مين عم بيحاسب اسرائيل؟ ما حدا. طيب شو الضمانه لابن الجنوب؟ مش بس شيعي سني ودرزي ومسيحي الكل موجودين بجنوب شو الضمانة ما بتفوت ساعة اللي بدها لخي ما شفناهم قبل شفناهم خلال فترة من 2006 كانوا يفوتوا لجوا يعجبهم هذا الراعي فوتوا يغدوا الخرفان تبعه يردوا له وثلاث ارباع الخواريف يسرقوا له اياهم فيك تتصيدي سمك ما اولاد صور اولاد الناقورة عايشين على صيد السمك بيسترجي يروح على 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 ثلاث ارباع حدود المياه الاقليميه اللبنانيه ما بيسترجع طيب خي اعطوني ضمانه اعطوني ضمانه تقلوا لحزب الله خي هذا سلاح ما بقى له لزوم بس شو الضمانه ابن جنوب ما بيقتنع يعني انا مش مقتنع انه اسرائيل ما بتعتدي كل يوم بس هون المقاربه انه اذا اسرائيل اعتدت المقاومه جاهزه انه ترد واللبنانيين رح يكونوا بظهر المقاومه معك حق اللي عم بتقوليه يمكن الحرب أضرت فينا أكثر حتى حزب الله لا يريد الحرب رح أقول لك شغلة إسرائيل هاي المعادلة اللي أنا قلتها إسرائيل ترغب ولا تستطيع صحيح حزب الله يستطيع ولا يرغب ما هو عارف أنه المشكلة وعارف أنه تداعياتها حتكون سيئة أو سلبية على الحزب بالتحديد وعلى الطائفة الشيعية بالتحديد هو بيعرف وأذكى بكتير من ما نحن منفكر بهذا الموضوع بس بالآخر شو منعمل بالآخر وإسرائيل عارفة أنه بده تدمر إسرائيل وبده تخرب إسرائيل لهلأ هني بالنتفة اللي صايرة به بالأحداث اللي صار من 6 أشهر لهلا لك شو قدرت تعمل بغزة يعني شو هالجيش اللي كنا ناطرينه يا لطيف دمرت بس ما قدرت تحرر أسير ما واحد ما دمرت كل واحد معه صواريخ وطيارات بيدمر بس المرجلة انك تحتله المجري انك قلتي انه بدك تقضي على حماس قضي على حماس فرجينا ما عملتي شي بعد احتليتي غزة ما احتليتي غزة ومبارح العكس انسحبوا بس عم بيهددوا انه هن رح يصيروا بحالة هجوم على على حدودها الشمالية الله يخلي امريكا لاسرائيل لو ما يبعثوا لهم من البداية الصواريخ والسلاح والبواخر شو كان صار باسرائيل كيف بتقرأ يعني بالوقت اللي امريكا بعدها عم تبعت سلاح وامريكا هي الداعم الاول لاسرائيل واسرائيل هي الطفل المدلل الامريكيين بيطلع رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن بيقول انه رئيس حكومة العدو الإسرائيلي عم يرتكب خطأ ويلي حصل من استهداف لسبع عمال إغاثة من حوالي 10 أيام هو شيء فظيع يعني شيء فظيع وبيساعدوا من هون لا إنه الشيء الفظيع هذا المطبخ الدولي ما شو قتل سبعة شيء فظيع أنا سمعت إنه لفظ
ايه صار في ادانه من المجتمع فظيع. الدولي. بس 30,000 مش فظيع عودي، معلش اذا ماتوا شو اطفال ونسوان ودمار وخراب، ثلاث ارباعهم في عالم عم بتموت من الجوع هلا، في عالم عم بتموت من الجوع، هذا مش فظيع؟ في عالم تيتمت، في عالم منصابه، وده غير الشهداء اللي سقطوا، في ناس ما بقى عندهم بيوت لا بالشمال ولا بجنوب قطاع غزه. امريكا مع اسرائيل مثل غنية فيروز، تعا ولا تجي. حلوة. للأسف يعني عم نحكي عن شيء محزن، بس لسخرية القدر مثل ما قلت إنه إسرائيل من سنوات يعني وسنوات بتفزع وبتعمل يلي بدها. أو أنا بسمع إنه خيي خففي شوي، طب شو هالقصف عم تقتلي هالمدنيين بالجملة؟ روقي شوي، بدل ما تقتلي 300 بنار واحد قسميهم، اقتلي كل يوم 10 20 30 40 هيك أحسن، بس إنه مش حرام تقتليهم 300 فرد يوم هيك؟ مش انه وقف قتل، لا اعمل استراتيجيه، او حتى بقضيه رفح. بدي ارجع كمان شوي احكي عن لبنان، بس نختم بقضيه فلسطين وقطاع غزه، لانه سمعنا نتنياهو كان عم بيعلي السقف انه هو خلص بده يجتاح رفح وبده يعمل هذا الهجوم على رفح، بالوقت اللي الامريكي وبعض من المجتمع الدولي عم بيقول له انه لا، لازم يكون في عندك تعمل استراتيجيه لتحمي المدنيين، بس انه اجتاح رفح ما في مشكله. كيف وين بيحميون المدنيين؟ كيف بدهم يحموا؟ ما بعرف، خبرني من خبرتك يعني العسكريه. انا بقول لك الشغله الوحيد بيحموا فيها المدنيين انه اليوم في منطقه بالشمال، بمنطقه ما عم تنقصف، بياخذون بدل ما ياخذون على رفح او على الجنوب بياخذون على الشمال لهونيك من عدا المسلحين، هيك اللي عم بيفكروا فيها هلا. انه بياخذوهم لهونيك ونحن بنبلش قصف، انه شو بعد عندهم هالمدينه هاي؟ بدون يدمروها وانتهى الموضوع. بدها 10 سنين، ما اي 20 سنة يمكن ما بترجع تتعمر كحجر. قديه صحيح انه الاسرائيلي وتحديدا نتنياهو عم ببرم على مخرج من قطاع غزه، ورح يكون هذا المخرج بجنوب لبنان بالحدود الشماليه مع فلسطين المحتله، انه هن صاروا جاهزين لحتى يعملوا يشنوا الهجوم تيصير في حرب. هلا هيدي ممكن تصير، ما بعرف كيف بتركب معه لرئيس حكومه اسرائيل، ممكن تصير، بس هو بيعرف انه مضغوط عليه من كل دول العالم. حتى من امريكا ومن اوروبا ومن الفرنسيين ومن الدول العربيه بالتحديد، ما حيسترجي يضرب لبنان. ليه؟ لا في برأيك إذا بدي أمشي بيلا عم تقوله في هذه لأنه الحرب الضغط. بين لبنان وإسرائيل شيء، وحرب بين لبنان وغزة شيء آخر. بين لبنان وإسرائيل ستؤدي إلى حرب إقليمية ويمكن تمتد أكثر وأكثر. كيف مين بيتحملها؟ خاصة بظروف في انتخابات أمريكية اليوم، وفي خلاف كبير وفي شد عصب بين الديمقراطيين والجمهوريين. كيف؟ أكيد لبنان مش لوحده بالساحة، وإسرائيل بتعرف. يعني مش متخوف من حرب بلبنان بعدك؟ مش متخوف من حرب. لا أنا مش متخوف، لأنه إسرائيل ما راح تسترجع لضغوطات خارجية والحسابات محلية. كرمال هيك عم بتبرم برأيك على تغذى ممكن خلافات داخلية حتى تخلق هيدي البلبلة. هيدي وأنا قلتها من شهرين، أنا خايف من الاغتيالات، وهذا نوع من الابتزاز، نوع من التحريض، وبتعمل ومشان هيك لو انتبهتي شو قلت لك، بتعمل اغتيال وبتترك آثار إنه مش هي بتترك آثار كل زكايا، بتترك آثار إنه في الفريق يلي ضد هذا الشخص اللي اغتيل هن اللي عملوها. وشو بتعمل؟ ونحن كشعب ما عنا ثقة ببعضنا، شعب قلوبنا مليانة دغري منفوع ودغري منركب الدين لهالجرة دغري، يلي ما في حدا يعني ناطرين مثل ما بيقولوا، كل واحد ناطر تاني على الكوع. كنت عم تقول حضرتك انه اسرائيل ما بتسترجع تعمل الحرب على لبنان لانه فيه كل هذه الضغوط، وخوفا من حرب اقليميه تمتد لحرب صحيح. اقليميه، هل هيدا الشيء كمان طب انا بدي اسالك سؤال، طب اذا امريكا بدها أن تنضرب كريش، اوروبا بدهم ينضربوا كريش وعم ياخذوا غاز على اوروبا مطرح الغاز الروسي، هي شغله. طيب اذا انضرب الديمونا مفاعل النووي، اذا انضرب المطارات، اذا انضربت المصانع، اذا انضربت الكهرباء عندهم،
امبارح عرفت انه شارين موتورات، يعني علمناهم كيف لازم تجيبوا كهرباء. ما من يعني 2006 شيء واليوم شيء اخر. تطورت العمليات العسكرية وتطورت الأساليب وتطور السلاح. بالأول ما كان في عند حزب الله، يعني عند المقاومة، ما كان في بنك أهداف مثل ما هو لازم. كان يطلع هالصاروخ مرات يجي بالطريق، مرات يجي بالحرش. هلا بقاش فيه، في صواريخ، في صواريخ ذكية تعمل كما الصواريخ الذكية والطيران الذكي اللي عم يستعملوه هن موجود. موجود يعني مش بس هني ذكية، غيرهم ذكي كمان. قبل ما أتوقف مع تاني فاصل ونختم هيدا المحور، كنت عم أسألك عن الحرب الإقليمية اللي حكيت عنها والخوف إنه يصير في امتداد لكل هذه النار بالمنطقة. تخوفت من هذا الشيء وقتها استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية بسوريا؟ إيه طبيعي طبيعي، لأنه لأول مرة تعتدي على الأراضي، على الأراضي الإيرانية. وهني وزير خارجية إيران رئيس الإمام الخميني قال اعتداء على الدولة، على سيادة إيران. من هين يعني القصة؟ هلأ كيف بيصير الرد؟ وين بيصير؟ أنا برأيي إن شاء الله ما يصير، لأنه أي رد قاسي رح يقابله رد قاسي ورح تولع، وأمريكا رح توقف مع إسرائيل ضد إيران. وين منصير؟ بحرب اللبنانية الإسرائيلية حرب إقليمية، هون يمكن تودي لحرب أبعد بكتير. بعد يمكن حكي عن حرب عالمية إذا بلشت. لا مش عالمية، بس أبعد بكتير من تدخل العراق، يمكن تدخل تركيا، يمكن تدخل أكيد سوريا الله يساعدها، وتدخل مصر. يعني خلص بيصير في هذه شوفي شو اللي عم بيصير، النار المشتعلة بكل المنطقة والمحيط. بالأردن لازم نوجه تحية للملك الأردني عن جد، ساعد لبنان وساعد اللبنانيين. ومثل ما عرفت أنا هذه خارج الموضوع، كنا مبارح بمحل وأحد الخوارنة المسيء الموارنة قال الملك حسين الملك عبدالله قدم شقفة أرض 50,000 متر لبناء دير، ما بعرف شو سميه لي اسم باسم العذراء. بقى هذا التعايش، مثل شو ناقصنا نحن بلبنان ما يكون في هيك؟ عن جد شو ناقصنا؟ ناقصنا نية. لكن نية موجودة، نية موجودة، بس ما عم نعرف نجتمع تنحل الخلافات. ما عم نعرف نجتمع، ما عم نقدر نجتمع تنحل الخلافات بين بعضنا. بدي ارجع ادخل على موضوع الداخل. سلاح حزب الله هو سبب المشكله. لازم يصير في اجتماع على طاوله يحلوا هالقصه، هاي تنحل هيدي القصه بشكل انه لا يموت الديب ولا يفنى الغلب بفتره اولى. على القليل نعالج موضوع من يحق له بالحرب والسلم. وهينه صدقيني هينه، انه شو المشكله بدل ما مثلا يتهم حزب الله انه استفرد بقرار الحرب. اوكي بيصير في تنسيق قبل القرار مع الجيش اللبناني. لا يجوز انا بحكيك كعسكري انه انه انا ما بقبل اذا كنت انا في جيش لبناني حد مني وعمل معركه ما خبرني انا كعنصر قوى امن. طب انا كيف بدي دافع عن حالي؟ كيف بدي انا ادعمك اذا انت اعتزت انا ما معي خبر انت شو عملت. وبعدين وين هيبتك؟ بده يكون في تنسيق. ما نحكي بالهيبه هلا، هيبه الدوله وقت وراحت هيبه الدوله وقت المصريات انسرقوا، وقت المسؤولين عنك ما فرقاني معهم راحوا وهني مصرياتهم برا. هيبه الدوله مش موجوات اللي قضاء ما حدا يعني بيطلع حاله واحد بيحكي عن القضاء، حاله واحد بيحكي عن الاجهزه الامنيه. طيب كيف؟ ما تحكيني بهيبة الدولة انه في سلاح حزب الله. اوكي حد يعني شقفة من هيبة الدولة هو سلاح غير سلاح، بس في كتير امور برأيك اسقطت هيبة الدولة من قبل. في كتير امور تمنع وتحد من هيبة الدولة. واضح. رح نتوقف مع فاصل اعلاني اخير وبنرجع ندخل على الشأن اللبناني الداخلي وهالخلافات يلي عم تحكي عنها، اذا في سبيل برأيك لحتى نبلش نحلها وسلاح حزب الله استراتيجية دفاعية، واذا في رئيس جمهورية.
توقف مع تاني فاصل للإعلان ومنرجع منتابع حلقة نبض بيروت لليوم. المحور الثالث والأخير من حلقة نبض بيروت رح أحكي عن الشأن السياسي الداخلي، بس قبل في ملف كمان كتير مهم ومرتبط بشكل مباشر ووثيق باللي حصل وبمقتل باسكال سليمان، هو موضوع النزوح السوري والنازحين السوريين يلي اليوم عم نرجع نسمع من البعض انه ايه هيدا بشكل خطر ولازم ينوضع له حد، بالوقت اللي كان غاضين النظر او مطنشين على هيدا الموضوع. كيف السبيل اليوم؟ وحكيت حضرتك عن الوزير هكتور حجار كمان بهيدا الموضوع. اليوم عم بقرا احد القضاة السابقين مسمى الاسامي الوزراء اللي كانوا بحكومة الرئيس مئاتي، من وزير الشؤون الاجتماعية، من وزير الداخلية، من وزير الصحة، كأنه العالم ناسي يعني مين. بدي لك شغلة، ما بدي علق على هالموضوع لأنه حضرته نسي، وهو كان قاضي نسي أنه كان في حرب بسوريا وحرب بطرابلس وفي تفجيرات كل يوم، وأحمد الأسير اللي كان عم ببلبل الجو ليعلق سني شيعي، ومخطوفين لبنانيين بأعزاز بقينا سنتين لجبناهم. هودي كلهم ما لهم علاقة. هودي إنه كان، ونسي إنه كان الجو 14 و8، ونسي إنه اللي كانوا يفوتوا لنمنعهم يفوتوا كانت تقوم المظاهرات بطرابلس ويسكروا الطرقات إنه هودي هربانين من النظام السوري، هودي قرايبيننا وأهلنا. 14 و8 كانوا بدهم يمنعوهم لحتى يفوتوا، بس ما كانوا يقبلوا يحطوهم بالخيام لأنه إذا بقيوا بالخيام راح يبقوا ويستمر الخيام. الخلافات السياسية اللي وصلت لهم، وبدي بكل 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 أنا حرية، وأنا تبعت الموضوع من 2011 ولهلأ. وهام بقول لك الرئيس الجمهورية عماد ميشيل عون لعب دور كتير مهم، ومعي أنا بالتحديد وكنت عدن، والرئيس ميشيل سليمان كمان كان رئيس جمهورية، وجبران باسيل كمان بالوقت ذاته محافظ الألقاب يلي اتهم بعدة مرات انه بتتذكري عنصري مش بس مظاهرات. ما هذه ما سمتني، هذه سمت لي بدني مش كتير، بس اللي سمن لي بدني انه باسيل برا والمهجرين جوا نازحين جوا. هو امبارح ذكر فيهم هيدول بمؤتمر، انا ما شفت، بس هذه انا بضلني بحافظها لاني انا بعرف وغيره. وفو اللي فتح الموضوع كم المؤتمرات اللي انعملت من التيار الوطني الحر. انا مش عم دافع عن التيار الوطني الحر، بس انا بحكي الحقيقه، هيدا واقع ما حدا فيه طبعا ينكره. طبعا بقى ما حدا يزايد بقى خلاص. الشيء اللي صار انه الحكومات المتعاقبه ما عالجت هالموضوع مثل ما هو لازم. وزير لوحده ما بيقدر يعمل شيء، واذا قرار اتاخد مفروض الحكومه تمشي فيه، مش ناخد قرار بالحكومه وما نمشي فيه. لكن هو ونحن بنعرف انه في 3 مراحل، صرت قيل 20 مرة، في 3 مراحل بدها تمرق فيهم حتى نخلص من كل السوريين الموجودين بلبنان. المرحلة الأولى إن نحن ننتخب رئيس جمهورية ويكون على تفاهم ووئام مع الدولة السورية، ويكون في حكومة تطلع، يصير في اتفاقات بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، أقل اعتراف من الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية، وما نخاف من أي دولة تانية. شو بدي أنا إنه أنا إذا ما بطلع على سوريا بخاف انه هيدي الدوله اللي هي اقوى من سوريا لا تعمل لك. ليش بدي خاف؟ انا بخاف وقت اللي بدهم يهدموا بلدي، ما بخاف انا وقت اللي بدهم يقتلوني كرمال بلدي. ما في مشكله، بس يقتلوا بلدي وتروح اولاد عائلتي واولادي، هذه المشكله. هذه المرحله الاولى، يصير في تفاهم ويصير في ثقه واحياء الاتفاقات بيننا وبين سوريا، بيرجع قسم من السوريين. القسم الثاني يلي هن 800,000 و700,000 يلي عم بيعطوهن وعطونا من بعد ما بسنا ايدهم، وبعد شوي رح نركع قدامهم، عطونا الداتا، عطيوا الداتا. هيدي الداتا يلي عم بيدفعوا بموجبها هالمصاري للسوريين ليبقوا بلبنان.
إذا فينا نقنع الاتحاد الأوروبي، ما بعرف إذا في حكومة جديدة وفي رئيس جمهورية جديد لازم يشتغلوا على هالشغلة، وثلاث أرباع شغلهم الحكومة، ثلاث أرباع الشغل، ثلاث أرباع الوجود السوري اليوم بلبنان، والربع الثاني نحكي بالاقتصاد ونحكي لأنه برا بدهم يساعدونا وقت بصير عندهم ثقافة، بس مثل ما أني شايف ما راح يساعدونا برا حول الوجود السوري بلبنان. بدنا نروح على الاتحاد الاوروبي ونجتمع احنا ويوم نحكي نحن ويوم، ما كمان الاتحاد الاوروبي ما عم بيساعد. خليني كفي، اوكي عم بقول نقنعهم، هلا مش عم يقتنعوا، نقنعهم بس بلشت امبارح القبرصي شفنا عن رئيس جمهوريه قبرص، وامبارح باليونان كمان وقفوا معنا وقالوا انه ليش ما نحمل لبنان. فاذا اذا اقتنعت اسرائيل، اذا اقتنعت اسرائيل الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي بصير بيروح قسم الثاني من السوريين على سوريا. والسوريين الحكومة السورية ما راح تقول لا، لأنه في تفاهم بالمرحلة الأولى بيننا وبينهم. المرحلة الثالثة وهي الأصعب، هو القسم الكبير يلي باقي عنا وباقي بالأردن والباقي بتركيا. نحن أنا شو بدي في، بس عم بقلك هاودي فينا نفللهم من عنا أيمتين، وقت اللي بيصير في تفاهم بالسياسي وتفاهم سياسي بين الحكومة الموجودة بسوريا وبين الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الدولي ككل، ساعتها من وإلا ما يعني بدهم يروحوا على على أستانا ورجعوا يشوفوا إنه كيف يعني اليوم إنه صار في حرب 14 سنة دمار على سوريا، دمار على سوريا، إنه بنرجع بتفكير الأوروبيين نرجع نرد النظام مثل ما كان وما نغير الدستور، لا مثل ما عملنا بلبنان بعد 15 سنة حرب رحنا على الطائف، هلأ رح نروح على أستانا ونعدل الدستور ما يكون كرمال إعادة أعمار سوريا طبعا بقى. وغير هيك ما تحلمي، بس اللي أنا بقول للأوروبيين ما تحلموا أنه في شخص بده يتوطن سوري بلبنان، ما تحلموا، لانه في هذا المخطط مش برأيك. يا اخي هن بنفذوا مخطط ولا نحن؟ مش انا الوزير او انا الرئيس اللي بدي امضي قانون التجنيس؟ ما بمضي، وشو بدهم يعملوا؟ معقول؟ بعدين اي طائفه بلبنان قبلانه؟ لا المسيحيين قبلانين ولا السني قبلانين ولا الشيعة قبلانين. رح اقول لك ليش في كثير بنغموا انه هن هو سني السني بيقبلون، لا مش مزبوط. أنا امبارح صار معي اتصال من شي جمعة من دولة سنية من 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 مدينة سنية بدون ما اسميها لأنه هو بالبقع، وترجاني إنه نحن مش قدرانين بقى نشتغل، فتحوا المحلات هن وعم يضاربوا علينا وأسعارهم أرخص بكتير، وعندهم أطباء أسنان وعندهم مستوصفات بطريقة غير قانونية وما حدا عم بيجي بيسألنا، أكيد في أزمة اقتصادية ضيعة كل اللبنانيين، وهيدي ضيعة سنية. بعدين لازم نعالج الموضوع السوري هون مش بالقوة ونكسر في يعني في هودي ما اجوا لهون الا ما صارت الحرب، يعني في قسم كبير هربان من سوريا، صح في على اكيد اوضاع انسانيه، بدنا في اوضاع انسانيه بدنا نشوفها كمان بالوقت ذاته، انه حرام نخلط الحابل بالنابل، كله صدقيني بيتعالج بس على شرط يكون في ثقه بين اللي بدهم يعالجوا. هذا اللي بدي اسالك عنه، قلت لي عن ثلاث نقاط، قلت لي ثالث وحده اصعب، بس الاولى مش صعبه كمان؟ لا. يعني يكون في لا. هذا الحوار بين لبنان وسوريا يلي ما عم نشوفه. بدي اقول لك خبرك شغله يعني عن جد، لا ليه؟ شو اللي بيمنع انه نفتح طيب بدي اسالك سؤال بالموجود حاليا صعب يبدو طيب لانه ما تحقق اي شيء. طيب انا رح اسالك سؤال، حدود لبنان هن البحر أو إسرائيل أو سوريا، ما هيك؟ مين بيضرني أكثر إذا تسكر؟ على إسرائيل مسكرة مش عايزينهم. إذا سكرت الحدود السورية اللبنانية كيف بتودي أنت؟ ما بالحرب تسكر، ما شفناها قد إيه كان في بالحرب أزمات السورية، بالحرب السورية تسكرت، وين كنا تصريف الإنتاجات صرنا نبعث الإنتاج الزراعي والصناعي بالبحر، ما عاد حدا يشتري منا لأنه صارت الكلفة كبيرة. إيه شو بنعمل؟ لا بفتح علاقات مع سوريا. مين ما كان يكون النظام بسوريا انا معه. لك شو هالحكي هذا؟ طيب نحن يعني شو انه بالنهايه شو ما اعتبرتي سوريا شر؟ خي انا عم بقول لك اعتبريها شر، واشر ما فيها انه لابد منها. شو فينا نعمل غير هيك؟ ما بنقدر.
حكيت انه كمان لازم يكون في رئيس جمهوريه ويكون في حكومه جديده. صحيح. وتكون هذه العلاقات كخطوه ثانيه. بس كمان انتخاب رئيس جمهوريه وارد حاليا برايك مع كل شيء عم هلا يصير؟ هلا في المؤسس في 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 من اللي بنتخبوا رئيس جمهوريه عندهم مشكله بجنوب لبنان. مين يعني اللي بده ينتخبوا رئيس جمهوريه؟ لا عندهم ما بدهم انه هلا ما بده يكون في شيعه بوقت وقت منتخب رئيس جمهوريه، ولا ما في مسيحيه اذا ما في فئه كبيره بلبنان هي الثنائي الشيعي. اذا مش موجودين كيف تنتخب رئيس جمهوريه؟ اذا الموارنه مش موجودين كيف تنتخب رئيس جمهوريه؟ يعني بنرجع على التوافق، ضروره التوافق. موضوع التوافق ضروري. هلا انا برايي خلينا نتفق معلش، بس لما بيجي رئيس جمهوريه يشتغل هو ورئيس الحكومه يكون على تفاهم ويشتغلوا على تعديل الدستور الماديه اللي بتنتخب فيها رئيس جمهوريه، ويصير في ضوابط على انتخاب رئيس جمهوريه. مش كل سنتين ونص بدنا ننتخب رئيس جمهوريه. طبعا نقعد بالفراغ مع دقيقتين. ما في، ما اسالك عن انتخابات البلديه. وزير الداخلية بسام المولوي يعني حدد. أنا حد فهمت فضل. شو بدي أنا راح لأنه في دقيقتين ما بدي ضيع وقت. يلا تفضل دقيقتين لألك. لألي دقيقتين بدي لك شغلة. طيب ما في حق يا عمي، هو كان لازم تنعمل بالانتخابات النيابية اللي انعملت بال 2022، ما كان تكلفنا، أوكي خلاف سياسي أجلوها وهي ثالث مرة بتتأجل. بس أنا بدي أسألهم كيف ستكون؟ شيلي انه ما في حرب، نشيل الجنوب كانه الوضع طبيعي. وضع طبيعي. كيف ستكون الانتخابات ببيروت اذا لم يكن في توافق على المناصفه؟ بس جاوبوني. بطرابلس كانوا نص بنص، ما بقاش في مسيحي. طيب اليوم ببيروت 12 ب 12 24. طيب اذا عملت انتخابات طلع 22 ب 2، شو بيصير؟ فاذا خلينا نتفاهم، اما بقانون نقول في مناصفه، لانه الله يرحمه اللي كان، والله يوجه له الخير للرئيس الحريري يلي تدخل باخر انتخابات وقال لا مناصفه لانه هو كان يمون على اللائحة، هو كان معه الأكترية ببيروت. هلا مين معه الأكترية ببيروت؟ ما حدا معه الأكترية، لأنه المستقبل مشارك. هاي كلمة السر لازم يعرفوها الكل قبل ما نطلع وبدنا ننتخب ونعمل انتخابات بلدية. لا ما تعمل انتخابات بلدية مشان ما يصير في مشكل طائفي ببيروت. بس هو بالواقع هلا ما راح يصير في انتخابات بلديه. هلا ما راح يصير. لا السبب راح يعطوا السبب والتعليل هو الجنوب او شو؟ قبل الجنوب بال 2023 قبل 23 كان في مشاكل بالجنوب. بال 23 ما كان في مددت لانه ما كان في امكانيات ماديه، ما كان في. هلا اللي حطوهم بال 24 شالوهم من الموازنه 23. طيب شو راح يكون المبرر هلا يعني تحت ما في الحرب؟ ما فيك تقسمي بلديات. طيب بركي استمرت سنتين الحرب لا سمح الله، نترك جنوب بلا انه شو ابن جنوب بيقعد بلا. هي بتعرف شو لازم كان يعمل خلال هالسنه؟ هو المشكله بالبلديات المنحله. في بلديات ماشيه صح، وفي بلديات عدد كبير. طيب انا بوجه رايي، بتمنى عليك يا معالي الوزير وانت القاضيه اللي ما بدنا نقول لك شو بدك تعمل لانه ممتاز بشغله عن جد، اعمال انتخابات فرعية بهذه بهالسنة. اعمال انتخابات فرعية معلش بالمدة اللي باهيت، لأنه بالقانون بيقول إذا بعد أقل من 6 أشهر أوكي. مثل ومعه مهلة شهرين. أنا عملت بحدود 30 أو 31 انتخابات بلدية فرعية بزمن الحرب. كنت أرفض أنه السلطة الإدارية تحل مطرح رئيس البلدية. هو يعني تتصوري محافظ هو عنده حق الرقابة والأمرة بمحلات معينة على رئيس على البلدية. طيب هاي البلدية بتصير لإلك؟ وين حق الأمرة على شو بتصير ساعتها؟ ماشي. بعدين يتصوري معه 3 أو 4 بيكفي المحافظ أو المقام الهموم اللي عندهم إياها.
بهالجو اللي احنا عايشين. برأيك لازم يكون فيها لانتخابات فرعية أقله بالبلديات أقله المنحلة؟ إذا صار في تمديد يبلش، لأنه هو حضر هو جاهز، هو تقنيا جاهز ولوجستيا يبلش جاهز. في عنا شي 108 بلديات منحلة، يعمل انتخابات لل 108 بلديات منحلة وبتمشي الامور، بصير في عليها موافقه سياسيه لانه كمان البلديات مرتبطه بالسياسه. اه يا عمي ليش انا عم نعمل انتخابات بلديه فرعيه، مش عم نعمل انتخابات بلدية. يعني النايب بكل صراحه يلي بلديته منحله وما بيقبل تنعمل بلديه، لازم الشعب بقى ينتخبه. شو هالحكي؟ البلديه هي خلقت للسياسه ولا خلقت للشعب المعتر يلي عايش بهالمنطقه؟ لا، خلقت حتى تعمل اقل الواجبات يلي المواطن بده اياها. هلا بفهم انا وبعدين بدي اقول لك شغله، المختار اهم من رئيس البلديه، المختار مفتاح انتخابي. كرمال يعني هيك بكونوا خايفين؟ لا مش بكونوا يساعدنا، لكن احنا خايفين على كل مصالحنا بس مش خايفين على لبنان. انا بدي اشكرك. الله يخليك. وزير الداخلية السابق العميد مروان شربيل، وإن شاء الله بظروف أحسن ويكون في مثل ما قلت يعني ما بقى ينخاف على لبنان من الداخل. لا بس بدنا نحمي حالنا ويصير في تنسيق. عم يجتمعوا بمجلس النواب يا عمي، شي مرة عملوا طاولة حوار حول عملية الاغتيالات رح تزيد وإسرائيل رح تلعبها، يعني كان يكلفها المخبر أو العميل $1000 هلا $100 للأسف. هلا ب $100 وكانوا اثنين ثلاثة هلا صاروا 10 و20 و100. وقد ما تتطور الآلة العسكرية والإلكترونيات والاستحداث بالمخابرات، يعني ليش على طول يلزمها شخص قاعد على الأرض وعم بيراقب؟ أكيد أكيد. شكرا لك عميد مروان شربل على هالحلقة وهالمعطيات والمعلومات والقراءة. شكرا لكل مشاهدي الأو تي في وتحديدا برنامج نبض بيروت. بنعود وبنلتقى فيكم بنهار جديد إذا الله رد. إلى اللقاء.